كشف القيادي في ائتلاف النصر علي عباس السنهدي أن هناك تغييرا وزاريا مرتقبا سيكون في حكومة عبد المهدي استجابة للضغوطات التي تمارسها الكتل على رئيس مجلس الوزراء، متوقعا أن لا يتعدى التغيير الحكومي أكثر من وزيرين. وبين سند إن بوادر تغيير الوزاري ستظهر بدايتها للعلن في شهر أب المقبل، وستكون جاهزة لحسمها في جلسات الفصل التشريعي الجديد، مبينا إن عملية التغيير ستكون عبر الاستجوابات الموجودة في البرلمان وكذلك من خلال ملفي المساءلة والعدالة والقضاء، وصفا طلبات الاستجواب المقدمة ضد بعض الوزراء بالتقسيطية التي تندرج ضمن المساومات والابتزاز السياسي.